تعاقد بينه يتم تصعيد السيوط على اساس انه تم تعويض المضررين خصوصا في الشمال في العرائش الثوار المخليف القصر الكبير والنواحي المؤخره كان بالعروس اللي صراحه في حاره مفرطه وان النتيجه عن الظرفيه ديال الصعيد. كذلك كان هناك اتفاق مؤخرا ديال الصحه وايجاد مجموعة من مشاريع الصحة. كان هناك كذلك يعني إصلاح المنظومة التعليمية. هالشي كامل واحد الضفية اللي هي وجيزة واحد الضفية اللي هي صعيبة بحكم هذا الشاغل، الحكومة تعمل ليسانس، الحكومة اللي كتعمل الضغط والسكاز. هذا هو هذه هي الخدمة، ما كتخرجش بالشعبوية، ما كيخرجش الوزراء ديالنا أو المنسقين ديالنا أو المواطنين اللي كيخرجوا يتباهوا بهذه الانجازات لانها يعتبرون انه واجب تجاه المواطن. برنامج ديالو يشتغلون عليه ويحاولون الا يقومون بتخييل سواء حول البنيه او شكل هذا القرار لاجل اننا نخليو الامور ماشيه من اجل النجاح برنامج الحكم. لكي لا اطيل عليكم اخوان المنسق الجهوي سي الطبيعي على المحاضره بعدها، اخوان المنسق الجهوي سي السعدي سيقولون كلمتهم.